الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية في سياستها الوطنية، ويطلع على مشروعات التعليم العالي الحالية والمستقبلية. مدبولي يتابع مبادرة حياة كريمة ويوجه باستكمال أعمال تطوير منفذ السلوم البري لاستيعاب حركة النقل وتيسير تدفق البضائع. على هامش أعمال الجمعية العامة، الرئيس اليمني يطالب الأمم المتحدة بتدخل لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، ويؤكد تمسكه بحل الأزمة السياسية. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية في سياستها الوطنية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيد دارين تانغ، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية وايبو. وفي اجتماع آخر، وجه الرئيس السيسي بأن تهدف استراتيجية التعليم العالي إلى تعزيز دور الجامعات في بلوغ غايات الدولة وأهدافها الوطنية. واطلع الرئيس على مشروعات وزارة التعليم العالي الحالية والمستقبلية، وكذلك على الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مقر للمبعوثين والدارسين المصريين بالعاصمة الفرنسية باريس. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد دارين تانغ، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية وايبو، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية في سياستها الوطنية، وذلك في ظل يقين الدولة بأن المعرفة والابتكار والبحث العلمي هم ركيزة أساسية للتقدم والتنمية الاقتصادية، حيث تدعم مصر في هذا الإطار أوجه التعاون مع المنظمة في مختلف مجالات عملها، خاصة البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم رواد الأعمال والمبتكرين، حيث تم من هذا المنطلق إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر. من جانبه، أعرب السيد تانغ عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مثمنا جهود مصر في التعاون مع الوايبو لدعم الملكية الفكرية وبناء القدرات، إلى جانب مساندة جهود التنمية وإتاحة فرص عمل لشباب المبتكرين، وهو ما تجسد في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي شارك في إطلاقها في مصر، وذلك تحت مظلة رؤية مصر التنموية 2030، وهو ما يجعل من مصر نموذجاً ملهماً يحتذى به في سائر منطقة الشرق الأوسط، بالنظر إلى قيادة السيد الرئيس للبلاد نحو إنجازات تنموية غير مسبوقة في مختلف المجالات وبناء الدولة الحديثة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الاجتماع تناول استعراض الرؤية الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقد وجه السيد الرئيس بأن تهدف استراتيجية التعليم العالي إلى تعزيز دور الجامعات في بلوغ غايات الدولة وأهدافها الوطنية المنشودة، خاصة ما يتعلق بالتنمية وبترسيخ دراسة العلوم الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات والبرمجيات وتكنولوجيا الشمول المالي، موجها سيادته بتطوير عمل الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية لتحقيق رؤية الدولة في إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة ومتميزة بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية العريقة. وقد عرض الدكتور أيمن عاشور في هذا الإطار موقف مشروعات وزارة التعليم العالي ذات الأولوية استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد 2022-2023،
خاصة ما يتعلق بجاهزية سلسلة الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة من الجامعات الحكومية على مستوى مختلف المحافظات، وكذلك الجامعات التكنولوجية. كما استعرض السيد وزير التعليم العالي رؤية الوزارة المستقبلية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز على صياغة برامج تعليمية حديثة تستند إلى عدد من المبادئ، أهمها التخصصات المتداخلة والمرجعية الدولية والريادة والإبداع، مع الاعتماد على المدخل الإقليمي لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية في مختلف الأقاليم الجغرافية للجمهورية، ودراسة تأثير البعد الاقتصادي وفرص العمالة المرتبطة بكل إقليم، فضلاً عن التدقيق في التوزيع الديموغرافي الحالي والمستقبلي للطلاب وتأثيره على توزيع وأعداد المؤسسات التعليمية، ودراسة البرامج الأكاديمية المطلوبة لخدمة الأنشطة الاقتصادية. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير التعليم العالي عرض أيضاً جهود دعم الجامعات الأهلية المتميزة في مجال البحث العلمي التطبيقي في المجتمع، وذلك عن طريق عدة مجالات كالذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي والمواد الصديقة للبيئة والاستخدام الأمثل للطاقة والزراعة الذكية. كما اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مقر للمبعوثين والدارسين المصريين بيت مصر بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي من المنتظر أن يتم الانتهاء منه خلال العام القادم، فضلاً عن آخر الاستعدادات لاستضافة مصر لأسبوع الفرانكفونية نهاية شهر أكتوبر القادم، وذلك بحضور لفيف من وزراء التعليم العالي بالعديد من الدول المتحدثة بالفرنسية، والذي سيشهد استعراض الخطة المستقبلية لتطوير التعليم العالي باللغة الفرنسية في مصر بالتعاون مع المنظمة الفرانكفونية. أصدر رئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً رقم 440 لسنة 2022 بدعوة مجلس النواب للانعقاد، وذلك لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، وذلك في 12 ظهر يوم السبت الموافق الأول من أكتوبر القادم. كما أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً رقم 441 لسنة 2022 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول في 12 ظهر يوم الثلاثاء الموافق 4 من أكتوبر القادم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة الضخمة، والتي تخدم نحو 60 مليون مواطن من أهالينا في الريف المصري. جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية قرى الريف المصري. كما تناول الاجتماع متابعة سير الأعمال بقطاع الطرق الداخلية بالقرى المستهدفة والعمارات السكنية سكن كريم وكباري الري ووحدات طب الأسرة وكافة الأعمال المدنية الأخرى بالمشروعات. وشهد الاجتماع أيضا استعراض الموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي وشبكات الألياف الضوئية وغيرها من المشروعات. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدولة باستكمال أعمال تطوير منفذ السلوم البري، وذلك لاستيعاب حركة النقل وتيسير تدفق البضائع على النحو الذي يدفع معدلات التبادل التجاري. وخلال متابعتي للموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة منفذ السلوم البري، أشار مدبولي إلى أهمية الاستفادة من المنطقة اللوجستية والتي يتم تنفيذها ضمن أعمال التطوير لخدمة المصدرين. كما كلف مدبولي بسرعة توفير 250 مليون جنيه من وزارة المالية لدفع العمل بالمشروع وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير. وقعت الأكاديمية الطبية العسكرية بروتوكول تعاون مع شركة ميديترين إيجيبت لتطوير أساليب التعليم والتدريب الطبي طبقا للمعايير المقررة والمعتمدة من قبل المعهد الأمريكي للصحة والسلامة وكلية الجراحين الأمريكية والجمعية الأمريكية للمسعفين والطوارئ.
يتضمن البروتوكول تنظيم عدد من الدورات التدريبية المعتمدة والمحاضرات العلمية وورش العمل باستخدام أحدث الوسائل التعليمية، فضلاً عن تبادل الخبرات الطبية وتطوير الأداء في مختلف المجالات الطبية. من جانبه أكد اللواء طبيب أمين فؤاد شاكر رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية على أهمية هذا البروتوكول في تطوير المنظومات والبرامج التعليمية والتدريبية داخل الأكاديمية. واصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار بأزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 461 قضية تموينية بمضبوطات وصلت إلى 343 طن. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 78 طن. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 205 قضايا أو 205 أطنان. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 60 طنا أسمنت. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 728 قضية، من بينها 225 قضية خبز ناقص الوزن و207 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات. هذا وتواصل أجهزة وزارة الداخلية تصديها الحاسمة لجرائم الاتجار والترويج للمواد المخدرة وضبط العناصر الإجرامية الضالعة في هذه الأنشطة الإجرامية. وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا الإطار. تصدي حاسم من أجهزة وزارة الداخلية لجرائم زراعة وجلب وتهريب المواد المخدرة وإحباط لمحاولات إغراق البلاد بها. استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة مخزنا للمواد الكيميائية ومصنعا لتصنيع العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بالقاهرة. يمتلكه عناصر تشكيل عصابي تخصص في الإتجار في هذه العقاقير. وتمكنت الإدارة من ضبط 115 كيلوغرام لمواد وعقاقير مخدرة و15 ألف قرص مخدر وكمية من المواد المستخدمة في تصنيع تلك العقاقير وأدوات التصنيع. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 12 مليون جنيه. نجاحات الأجهزة الأمنية في مكافحتها للمواد المخدرة تتواصل في كل مكان على أرض مصر لضبط القائمين على ترويجها. فقد أحبطت الإدارة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام محاولة أحد العناصر الإجرامية جلب كميات كبيرة من مخدري الحشيش والهيدرو من شرق لغرب قناة السويس، وتمكنت من ضبطه والسيارة قيادته بنطاق دائرة قسم شرطة الجناين بالسويس وبحوزته 2500 تربة لمخدر الحشيش و50 كيلوغرام من مخدر الهيدرو. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 19 مليون جنيه. النجاحات الأمنية تواصلت في استهداف القائمين على جلب وتهريب المواد المخدرة، فقد استهدفت الإدارة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن السويس والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عدداً من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، وتمكنت من ضبط عدد منهم وبحوزتهم 69 كيلوغرام ونصف من مخدرات الحشيش والهيدرو والهيروين و9000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 5 ملايين جنيه. لم تقتصر النجاحات الأمنية التي تخوضها أجهزة وزارة الداخلية ضد العناصر الإجرامية الضالعة في الإتجار بالمواد المخدرة عند هذا الحد، فقد نجحت الإدارة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن جنوب سيناء والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة في استهداف عدة أماكن بمنطقة رأس سدر بجنوب سيناء يتخذوها عناصر إجرامية وكرا لتخزين المواد المخدرة والإتجار بها،
وتمكنت من ضبط قرابة طن من مخدر البانجو وقرابة 46 كيلوغرام من مخدري الحشيش والهيروين، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأربعة ملايين جنيه. الإدارة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي والإدارة العامة للأسلحة والذخائر غير المرخصة ومديرية أمن سوهاج استهدفت عنصرين من ذوي السوابق الإجرامية بسوهاج تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، وتم ضبط 70 تربة لمخدر الحشيش وكميات من مخدري الأفيون والهيروين وأقراص مخدرة وأربع قطع سلاح ناري وطلقات نارية وسيارتين ودرجات نارية ومبالغ مالية، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة مليوني جنيه. وتستمر النجاحات الأمنية التي تسطرها أجهزة وزارة الداخلية في تصديها الحاسم لجرائم الإتجار بالمواد المخدرة بما يحمي البلاد من آثارها السلبية وتداعياتها على المجتمع. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر الدور المحوري والهام للإعلام في مجتمعاتنا العربية لما يقوم به من تشكيل للوعي الحقيقي للشعوب وما تواجه الدول العربية من تحديات وتهديدات، لا سيما في ضوء الظروف الدولية غير المسبوقة. وخلال اختتام فعاليات اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية 52 والذي تستضيفه مصر، أكد الكاتب الصحفي كرم جبر حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تدعيم أواصر التعاون والتواصل ما بين الدول، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية تعد القضية العربية الأولى وأن مصر كانت وستظل داعما وسندا لقضايا أمتها العربية. تناقشنا حوالين كل القضايا، من ضمن الأشياء تم الموافقة بناء على رغبة دولة فلسطين على تشكيل مجموعة عمل رفيعة المستوى، مجموعة عمل مفتوحة يعني ينضم إليها من يشاء من الدول. يكون عمل هذه المجموعة إعداد استراتيجية بشأن التعامل مع تطورات الوضع في القدس. يمكن اتكلم، كان في مناقشات طويلة حوالين هذه النقطة وتم الاتفاق على أنها تبقى وثيقة أو مدونة سلوك تتضمن إبراز الجانب التاريخي والقانوني للقدس وتبقى بتركز على مخاطبة الرأي العام العالمي، لأننا كلنا كعرب وكمسلمين وكمسيحيين متعاطفين مع قضية القدس، ولكن إحنا محتاجين نخاطب العالم بلغة أخرى وننبه بخطورة الأوضاع في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة واستفزازها لمشاعر الفلسطينيين والعرب والمسلمين. هذا وأعرب المسؤولون والمشاركون في اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث الهام، وخاصة في ظل المرحلة الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم. طبعا احنا سعداء اليوم بعقد الدورة 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، خاصة بعد جائحة كورونا التي الكل والجميع يعلم مدى الضرر الذي تعرض له العالم جميعا، وقطاع الإعلام بالذات كان له دور، حضراتكم زملائنا الإعلاميين والإعلام بكافة التفاصيل كان له دور كبير في جائحة كورونا. واليوم تأتي اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام ومجلس وزراء الإعلام العرب لتعزز دور الإعلام العربي، وبكل تأكيد نفتخر اليوم أن يكون هناك اهتمام لأعلى سلطة إعلامية ممثلة في مجلس وزراء الإعلام العرب ببحث ولمدة 3 أيام ومناقشة القضايا المهمة التي تهم الإعلام العربي. أنا أول مرة بشارك كوزير إعلام باجتماع بهذا الحجم، أنا كتير مسرور وأفتخر بوجودي بالقاهرة مع أخواني الوزراء العرب. اللي بحب أقوله هون أنه يلي بيصير بالقاعة ويلي وجودنا مع بعضنا هون هو أساس لأنه نوصل على نظرة موحدة للإعلام العربي. مؤتمر الإعلام وزراء الإعلام العرب في جامعة الدول العربية بيت العرب وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهميته أهمية كبرى جدا في هذه المرحلة
الفارقة في تاريخ الدول العربية أو الوطن العربي، لما تواجه الدول العربية من تهديدات ومخاطر وتحديات، خاصة في مجالات عديدة، مشكلة الغذاء، مشكلة الطاقة، مشكلة الإرهاب وهكذا. من مبدأ أن لا تنمية بدون استقرار، ولا استقرار بدون استقرار فكري ووعي فكري عميق ينطلق من أن المستقبل ينبغي أن يكون أفضل من الحاضر، ولا يمكن أن يكون المستقبل أفضل من الحاضر إلا بإخراج كل قدرات أبناء المجتمعات وخصوصا جيل الشباب. أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تقدير مصر للإسهامات اليابانية في دعم البرامج والأنشطة التنموية المصرية ودعم المؤسسات المالية اليابانية لقيام مصر بطرح أول إصدار لسندات الساموراي. وخلال لقائه نظيره الياباني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشاد شكري بالطفرة التي شهدتها علاقات التعاون بين مصر واليابان، وناقش الوزيران الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الكبيرة على الاقتصاد الدولي وأزمتي الغذاء والطاقة. كما تطرق الوزيران إلى الاستعدادات الخاصة بانعقاد الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27. قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن الأزمة الإنسانية في البلاد تتضمن جهودا أممية لتخفيف معاناة اليمنيين. وأضاف العليمي أن الأزمة الإنسانية في اليمن صنعتها قوات الحوثي، مشيرا إلى احتمال تفاقم الأوضاع بشكل أكبر في حال تباطأ العالم في حل الأزمة اليمنية، مؤكدا التمسك بحل سياسي شامل مبني على القرارات الدولية. يحمل قادتنا في كل مرة إلى رحاب هذا الصرح العظيم المزيد من الآلام والأوجاع وذكريات عن القادة الشجعان والنساء والأطفال والجيران والأصدقاء وزملاء العمل الذين نفقدهم يوميا بسبب الحرب أو الأوبئة والأمراض أو الجوع. وكلما تباطأنا عاما آخر عن تقديم موقف حازم إزاء الملف اليمني، كلما كانت الخسائر أكثر فداحة والميليشيات والجماعات الإرهابية أكثر خطرا في تهديداتها العابرة للحدود، فضلاً عن انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان التي توحدت حولها أممنا تحت مظلة هذه المؤسسة على مدى أكثر من 70 عاماً. وأنا هنا اليوم لأشارككم مجدداً القصة، قصة الشعب اليمني العظيم والصبور وكفاحه ومعاناته وأسئلته التي تحاصرنا جميعاً، وما إذا كان بوسعنا هذه المرة العمل الجاد من أجل وقف نزيف الدم وإنقاذ الأرواح وهزيمة التطرف والإرهاب وحماية إرادة شعبنا وتطلعاته المشروعة في استعادة الدولة والمشاركة السياسية والعيش الكريم والتخلص من التطرف الديني والمذهبي والطائفي وزرع الكراهية بين الشعوب. نشرة التاسعة مستمرة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. مع استعداد أولى مناطق شرق أوكرانيا للاستفتاء غدا، بلينكن يشدد على ضرورة رفض النتائج، وموسكو تهدد باستخدام السلاح النووي. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا لا تهدأ في الوقت الراهن. وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي على مستوى وزراء الخارجية بشأن أوكرانيا، أكد غوتيريش على أن الأوضاع ستتصاعد في فصل الشتاء في ظل أزمتي الغذاء والطاقة، مشيرا إلى عدم قانونية الاستفتاءات التي تعتزم روسيا إجراؤها في بعض المناطق الأوكرانية. إن الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا لا يبدو وأنها تهدأ. تميزت الأشهر السبعة المنصرمة بمعاناة وخراب
يعجز اللسان عن وصفهما، وإن الحوادث الأخيرة خطرة ومقلقة فهي تبعدنا عن أي آفاق سلام وتقربنا من حلقة لا تنتهي من الفظائع والدم. قلتها وأكررها، بإمكان هذه الحرب العبثية أن تلحق أضرارا جسيمة بأوكرانيا وبباقي العمل، وإن فكرة حرب نووية التي لم تكن لتخطر على البال في الماضي بات البعض يشير إليها اليوم. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أوكرانيا بتقويض اتفاقات مينسك لإحلال السلام في دونباس، مشيرا إلى وجود حملة ممنهجة ضد اللغة الروسية في أوكرانيا. خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي قال لافروف إن أوكرانيا مدينة بإفلاتها من العقاب لحلفائها الغربيين في ظل سعي الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لحماية السلطات الأوكرانية من المحاسبة. تدعي كييف بمنتهى النفاق أنها تحترم اتفاقات مينسك، في حين أنها تقوضها، تحرم سكان دونباس من كل حقوقهم الأساسية ومستحقاتهم من مرتبات ومعاشات تقاعدية وما يتعارض والعهد الدولي الحقوقي المدنية والاقتصادية والاجتماعية، يحرم هؤلاء أيضا من حقوقهم السياسية والمدنية. نظام كييف يزعم أن اتفاقات مينسك ليست مناسبة إلا للحفاظ على الجزاءات المفروضة على روسيا، ومنذ بضع أشهر فإن الرئيس السابق بوروشينكو أعلن أن هذا الاتفاق الذي وقع عليه شخصيا لم يكن في نيته ولا في نية أي كان في أوكرانيا تطبيقه، وإنما كان ذلك يمنحه الوقت لتلقي أوكرانيا الأسلحة والعتاد لشن حرب ضد الاتحاد الروسي. قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا إن الحرب الروسية أوقعت العالم في أزمة متعددة الأوجه. وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أكد كوليبا أن الحرب على أوكرانيا لا يمكن أن تمر من دون عقاب، مشيرا إلى أهمية إنشاء محكمة خاصة لجريمة العدوان على أوكرانيا. في هذه الأثناء أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضاعف من حجم عملياته العسكرية في أوكرانيا. وطلب بلينكن الرئيس الروسي بوقف ما تقوم به قواته في أوكرانيا، مشددا على ضرورة وقف ما أسماه بالتهديدات النووية العبثية. وأكد بلينكن أنه لا يحق لأي دولة إعادة رسم حدود دولة أخرى بالقوة، وشدد في هذا الإطار على ضرورة رفض الاستفتاءات الزائفة، والتأكيد كذلك على أن الأراضي الأوكرانية والتي تشملها ستظل جزءا من أوكرانيا. هذا وتستعد منطقة لوهانسك التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا لإجراء استفتاء غدا الجمعة على إمكانية انضمامها لروسيا. هذا وقد بدأ توزيع بطاقات الاقتراع الأولى على مراكز التصويت، وسيتم فتح أكثر من 460 مركز اقتراع ثابت يوم الثلاثاء القادم، ويعد اليوم الأخير من الاستفتاء، كما سيكون عطلة عامة في المنطقة. في سياق الأزمة، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه سيتم نشر فرق جديدة تابعة للمحكمة في شرق أوكرانيا. وأكد المدعي العام أن المحكمة لديها استنتاجات بأن ما حدث في أوكرانيا يرقى إلى جرائم حرب، مشيرا إلى أن القانون يمكن أن يلعب دورا رئيسيا للسلام في أوكرانيا وغيرها. من جانبه قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف إن بلاده ستستخدم جميع الأسلحة بما في ذلك النووية لحماية أراضيها. أشار ميدفيديف إلى أن روسيا ستعزز بشكل كبير من وجودها في دونباس والأراضي الأخرى والتي ستنضم إليها، وأضاف ميدفيديف أن دونباس والأراضي الأخرى بعد الاستفتاءات والانضمام إلى روسيا سيجرى تعزيزها بشكل ملحوظ من قبل القوات المسلحة الروسية. Проклятые!
رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25% من 1.75%، مشيرا إلى أنه سيواصل مكافحة التضخم على الرغم من دخول الاقتصاد في حالة ركود. ويقدر بنك إنجلترا أن الاقتصاد البريطاني سينكمش بنسبة 1.1% في الربع الثالث، ويرجع ذلك جزئيا إلى العطلة العامة الإضافية لجنازة الملكة إليزابيث، والتي جنبا إلى جنب مع انخفاض الإنتاج في الربع الثاني تتوافق مع تعريف الركود التقني. وتأتي خطوة بنك إنجلترا في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.75%. كشفت المفوضية الأوروبية عن انخفاض في مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بنحو 3.8 نقطة في سبتمبر الجاري من الرقم المسجل في أغسطس الماضي. وقد أضافت المفوضية أن التقديرات أظهرت أن مؤشر معنويات المستهلكين في منطقة اليورو انخفض إلى 28.8 نقطة في هذا الشهر من 25 نقطة في أغسطس. وانخفض مؤشر معنويات المستهلكين في الاتحاد الأوروبي بالكامل بمقدار 3.5 نقطة. خفف الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على الفحم الروسي، وأعلن الاتحاد تخفيف العقوبات المفروضة على الفحم الروسي ما يسمح بنقل الإمدادات إلى دول أخرى حول العالم. وأفادت المفوضية الأوروبية بأنه يجب السماح بنقل سلع والتي تشمل الفحم من أجل مكافحة انعدام أمن الغذاء والطاقة حول العالم. في الولايات المتحدة الأمريكية أظهرت بيانات أن عجز الحساب الجاري الأمريكي تقلص بشكل حاد في الربع الثاني وسط زيادة في صادرات السلع. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن عجز الحساب الجاري، والذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من البلاد وإليها، انكمش بنسبة 0.11% إلى 251.1 مليار دولار في الربع الأخير. يمثل عجز الحساب الجاري 4% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض من 4.6% في الربع الممتد من يناير وحتى مارس الماضيين. وإلى ملف حياة كريمة، حيث انطلقت القافلة الطبية التي نظمتها جامعة طنطا بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة حياة كريمة في قرية قفر ديما مركز قفر الزيات بمحافظة الغربية. شهدت القافلة الطبية الكشف الطبي على 1500 حالة ومحومية 44 مواطنا وزراعة 55 شجرة مثمرة على طول الطريق في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة. وصلت مؤسسة حياة كريمة جهودها لتنفيذ مبادرة أنت الحياة بمحافظة الشرقية لليوم الخامس على التوالي. يأتي هذا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بالتنسيق مع مديريات الصحة والثقافة والشباب والمجلس القومي للمرأة. المجلس القومي للمرأة مشارك مع مؤسسة حياة كريمة في مبادرة أنت الحياة بأكثر من نشاط، من ضمنها التدريبات الحرفية. مشاركين بست تدريبات حرفية: الرسم على القماش، الرسم على الخشب، خرز النول، صناعة الصابون وصناعة منتجات بالموزايك، زجاج المعشق. مستهدفين 120 سيدة من أهالي القرية. تدربنا خلال 6 أيام، فاليوم السادس ده بيكون احنا بنفنش خلاص القطعة بتاعتنا. اتعلموا ازاي يفنشوها ويورنشوها بشكل كويس، ازاي لو عاملين اطار برواز مثلا او مراية نبدأ نركب المرايات فيه ازاي. فكنا بنقفل كل المنتجات، لو في تاتش صغير بنحطه عشان يقدروا ان هم يشوفوا لو هنعمل مشروع يبداوا يفتحوا مشاريعهم ازاي. يعني خلصنا الشغل اللي احنا عملناه وبنشطبه وبنشوف حاجه ناقصه كده. البراويز برضه عملناها بالشم وركبنا فيها المرايات. اعلنت النيابه العامه عن اذاعه سلسله حلقات وثائقيه بعنوان مسيره ارتقاء النيابه العامه، وذلك عبر صفحتها الرسميه بموقعي فيسبوك ويوتيوب.
أوضح النائب العام المستشار حماد الصوي أن هذه السلسلة تأتي توثيقا لمراحل التغيير والتي مرت بها النيابة العامة في كافة جوانب عملها خلال تنفيذها للمرحلة الأولى من استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي. هذا وقد أوضح النائب العام المستشار حماد الصوي أنه تم الاستعانة بخبير رقمي لبدء تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، والذي كان له دور في وضع خطة في كيفية تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي. في أول استجابة من المجتمع المدني لنقل الحوار الوطني لمختلف محافظات الجمهورية والتفاعل مع المواطنين، قام أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بزيارة إلى محافظة الأقصر. أثمرت الزيارة عن إطلاق التحالف الوطني مبادرة خاصة بذوي الهمم تتمثل في توفير مشروعات مختلفة لدعم جميع المواطنين من ذوي الهمم من مواطني المحافظة في سابقة هي الأولى من نوعها للقضاء على البطالة داخل نطاق محافظة بأكملها. احتفل الفائزون بجائزة الدولة للمبدع الصغير في نسختها الثانية بطريقتهم الخاصة بتكريمهم اليوم بمشاركة أبناء مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية. جائزة الدولة للمبدع الصغير استحدثت للمرة الأولى في العام الماضي تأكيدا لاهتمام الدولة بالأطفال والنشء وتقديرا منها لموهبتهم وإبداعاتهم. يرقصون بأناملهم على السلم الموسيقي ويبدعون بأصواتهم على المسرح الصغير، هم الفائزون بجائزة الدولة للمبدع الصغير في نسختها الثانية، يحتفلون بطريقتهم الخاصة بتكريمهم اليوم بمشاركة أبناء مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية. كنا نعيش في ظروف استثنائية بسبب ظروف كورونا، ورغم كده الجائزة لم تتوقف، جرت عمليات التقدم، جرت عمليات التحكيم والفحص، جرت احتفالية لتكريم الأطفال في العام الماضي. فالرسائل الحقيقة واضحة جدا وبتمثل انعكاس فعلي ليس فقط بالقول عن أنه ما نص عليه الدستور المصري من أن الثقافة والفنون حق لكل المواطنين، فعندما تأتي الدولة وتستحدث جائزة بهذا المستوى، لأنها ليست مسابقة، هي جائزة بتحمل اسم الدولة تخصص لهذه الفئات العمرية الصغيرة، فهي بتؤكد أن هناك اهتمام بهذه الأجيال الناشئة. 32 فائزا وفائزة لا تتخطى أعمارهم 18 عاما حصلوا على جوائز للإبداع والابتكار، وتتعدد الجوائز من مادية وعينية وشهادات تقدير بهدف تحفيز القدرات الإبداعية الفنية والثقافية للمشاركين، بالإضافة لمشاركة ذوي الهمم الذين تركوا بصمة خاصة بهم. أنا شاركت في الجائزة الدولة المبدع الصغير بالغناء، أنا يعني كانت أول مرة أشارك فيها بالجائزة دي. كان إحساس لطيف جدا، عدينا أول مرحلة بعدها عزفنا في قدام لجنة مكونة من 10 أشخاص، بعدين المرحلة دي بس. أنا أول مرة أسجل في المسابقة ديات، ما كنتش أسمع عنها الدورة الأولى، وقدمت فيها الدورة الثانية، وكنت داخل قسم الابتكارات العلمية بابتكار لروبوت اختبار الموقع، والحمد لله خدت عليه، سجلت براءة اختراع ولسه ماشي في الموضوع دلوقتي ان شاء الله خير. وكان احساس يعني جميل جدا لما تلقى بلدك بتشجعك على البدايه، ومحفز جدا في السن الصغير ده ان في حد وراك بيشجعك ويقول لك يلا نبدا اهو. انا شاركت في فرع القصص القصيره، انا كنت في الاول مهتمه جدا بكتابه القصص، كسبت في جائزه اذاعه الثقافيه البرنامج الثقافي حكايات مساء، طلعت المركز الثالث في كتابه القصص، فشد انتباهي كتابه القصص في المدرسه عندي، قالوا لي على مسابقه المبدع الصغير، اشتركت وبعت اعمالي على الانترنت. انا دخلت في فرع الشعر، وطبعا بشكر الرئيس السيسي والدوله على المسابقات التشجيعيه بتاعه الاطفال، وبشكر القائمين على جائزه الدوله للمبدع الصغير. اخذت جائزه الدوله للمبدع الصغير في فرع الابتكارات العلميه. البروجكت عباره عن ايه وعملته ازاي؟ البروجكت عباره عن ايه؟ عباره عن مشروع مخصص للناس اللي عندهم شلل نصفي.
سمارت لايف، يعني عندك بيت ذكي وكرسي ذكي بتتحكم بيهم بالصوت وبالتليفون. فزت بجائزة الدولة المبدع الصغير في فرع القصة. أول حاجة أنا شاركت إلكتروني بثلاث قصص، عنوانهم أول قصة عنوانها الملاك نور، وهي قصة إنسانية نفسية، وتاني قصة قصة جده في مدينة الأساس، وهي صراع بين الماضي والمستقبل، بين الحركة والسكون، وثالث قصة اسمها صداقات زائفة. ويأتي الاحتفال ضمن الأهداف الاستراتيجية للدولة لبناء الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال آليات موحدة تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار لتحقيق الريادة الثقافية لمصر. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. والآن متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية في نشرة التاسعة. أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة تستعرضها لنا فاطمة خليل. مساء الخير يا فاطمة. مساء الخير مصطفى، مساء الخير إلهام، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة والسعر العملي الرئيسة للبنك المركزي عند مستوى 11.25% و 12.25% و 11.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%. كما قرر البنك المركزي زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%، حيث سيساعد القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي. أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر جاءت ضمن أفضل 20 وجهة للسفر وفقاً لمؤشر السفر الإسلامي العالمي في عام 2020 أو 2022، كما جاءت بالمركز الثاني من حيث نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر الموجهة للمشروعات السياحية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك من عام 2017 إلى 2021. أشار مركز المعلومات إلى أن مصر صنفت ضمن أفضل الدول لممارسة السياحة رحلات الطرق في 2022، كما كانت مصر الأولى في مشروعات الفنادق في إفريقيا في 2022، حيث حققت فنادق القاهرة قفزة ملحوظة أيضا خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة تصل إلى 106% في نسب الإشغال مقارنة بربع نفسه من العام السابق. أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء الأدبية التابع للهيئة سفينة على متنها حمولة مكونة من 42 ريشة رياح قادمة لمحطة كهرباء بمدينة رأس غارب لتوليد الطاقة الكهربائية اعتمادا على طاقة الرياح لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء. يأتي ذلك تنفيذا لاستراتيجية الدولة المصرية باعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لمجابهة التغيرات المناخية في ظل استضافة مصر للدورة 27 لقمة مؤتمر الأطراف للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل. أكد وزير البترول طارق الملا على أهمية الاستمرار في رفع كفاءة منظومة تسويق المنتجات البترولية والخدمات المقدمة للمواطنين بما يتناسب مع التطور العالمي الذي تشهده منظومة نقل وتداول المنتجات البترولية. جاء ذلك خلال رئاسة الوزير اجتماعات الجمعيات العامة لشركتي التعاون ومصر للبترول عبر الفيديو كونفرنس لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2021-2022.
وإلى سوق المال، حيث تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات نهاية جلسات الأسبوع وسط تداولات ضعيفة. ربح رأس المال السوقي نحو 580 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 687 مليارا و400 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9955 نقطة متراجعا بنسبة 55% ليغلق عند مستوى 9933 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2188 نقطة مرتفعة بنسبة 17% ليغلق عند مستوى 2192 نقطة. فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3122 نقطة ليصعد بنسبة 14% ويغلق عند مستوى 3127 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي نحو 19 جنيه و42 قرشا للشراء و19 جنيه و54 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر اليورو، وصل سعره إلى 19 جنيه و18 قرشا للشراء و19 جنيه و30 قرشا للبيع. أما عن سعر الجنيه الاسترليني، وصل سعره إلى 21 جنيه و99 قرشا للشراء و22 جنيه و12 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية، فوصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5 جنيهات و29 قرشا للشراء و5 جنيهات و32 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 5 جنيهات و16 قرشا للشراء و5 جنيهات و19 قرشا للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1670 دولار للأوقية، ومحليا سجل عيار 18 نحو 977 جنيه. أما بالنسبة لعيار 21، وصل سعره إلى 1140 جنيه وهو الأكثر مبيعا. أما بالنسبة لعيار 24، وصل سعره إلى 1303 جنيهات. أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب، وصل سعره إلى 9120 جنيه. في أسواق البترول العالمية، تعافت أسعار النفط بسبب المخاوف من شح الإمدادات في فصل الشتاء على أثر المخاوف من حدوث ركود عالمي. ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 76% لتصل إلى 90 دولار و51 سنت للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 75% لتصل إلى 83 دولار و56 سنت. وصعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.84% لتصل إلى 3 دولارات و32 سنت للتر. انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.71% لتسجل نحو 7 دولارات و56 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أنهت أسواق الخليج تعاملاتها على تراجع بعد أن رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بشكل حاد. تراجع المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 0.8%، وأنهى مؤشر أبو ظبي تعاملات اليوم مستقرا. وتراجع المؤشر القطري 0.9% مع هبوط أغلب الأسهم المدرجة عليه. كما هبطت بورصة البحرين بنسبة 0.2%. تراجع سوق الكويت بنسبة 0.7%. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى للزملاء لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة على هذا العرض. اختتمت فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى الأديان بمجمع الأديان بمصر القديمة تحت شعار هنا نصلي معا. ملتقى الأديان أقامه الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، في دورته 15 ضمن فاعليات المهرجان. I'm
للمزيد معنا مباشرة من الفعاليات مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد، بعد مساء الخير، في هذا الملتقى الذي تتوحد فيه المشاعر وتنصهر فيه الأفئدة لتؤكد على مفهوم الإنسانية وأن الأديان جاءت لتؤكد على الصورة الحضارية للإنسان، أرجو أن تضعنا في هذه الصورة المشرفة لهذا المهرجان في دورته الثامنة. نعم مصطفى، تحية لك. بالفعل منذ قليل اختتمت فعاليات الدورة الثامنة هنا لملتقى الأديان الذي كان شعاره هنا نصلي معا، كان عنوانا جديدا وفصلا جديدا من دورات هذا المهرجان الذي أسسه الفنان انتصار عبد الفتاح عام 2015، وبدأ في دورته الأولى كان يقيمه في منطقة سانت كاترين في جنوب سيناء، ولكن بدأ من الدورة الرابعة وحتى الدورة الثامنة التي نتحدث فيها إليكم قيمة هنا في المتحف القبطي، حيث نتواجد داخل المجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة. هذا المكان الذي يحمل مختلف الثقافات والأديان السماوية، حضارات مختلفة يعبر عنها هذا المكان. إجمالا كان هناك إقبال كبير مصطفى من المواطنين على حضور هذه الفعاليات التي تقام بشغف كبير، ويشارك فيها عدد من الدول العربية والأجنبية. نتحدث عن الأردن والجزائر، تحدثت مع ممثلي ووفود دولة الجزائر والأردن وكانوا سعداء جدا بمشاركتهم هنا في هذا الملتقى، ملتقى الأديان الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان سماع الدولي في دورته 15. أؤكد على نقطة مهمة أيضا، وهي أن المهرجان أو هذا الملتقى أيضا يمثل فرصة قوية جدا لتنشيط السياحة من خلال الوفود الأجنبية المشاركة هنا في هذا الملتقى، وبالتالي تتعرف وتنشر أيضا ثقافتها وفنونها من هنا من قلب القاهرة. كان مهرجانا وفعاليات ملتقى الأديان في غاية الجمال، وأيضا أشير إلى أن ختام مهرجان سماع الدولي في دورته 15 تنتهي فعاليته يوم الأحد الموافق 24 من سبتمبر في سور القاهرة الشمالي في منطقة القاهرة الفاطمية. إليك مصطفى. نعم. وإلهام في الاستوديو. أحمد، دائما وأبدا ما تجدو الصلوات المباركة بكل اللغات على أرض مصر المباركة. شكرا جزيلا زميلي مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني، كنت معنا من ملتقى الأديان، شكرا جزيلا لك. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام في نشرة التاسعة لآخر أخبار الكرة والملاعب محليا وعالميا. تفاصيل الأخبار الرياضية مرة ثانية مع فاطمة خليل. شكرا إلهام، شكرا مصطفى، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا وجولة رياضية جديدة. يلتقي المنتخب الوطني غدا مع نظيره منتخب النيجر في مباراة ودية على استاد الإسكندرية. وفضل المدير الفني للمنتخب الوطني روي فيتوريا أن يكون اختباره الأول في المباريات الودية مع منتخبات متوسطة المستوى في محاولة لإعادة ترتيب الأوراق داخل صفوف المنتخب. مرحلة جديدة يدخلها المنتخب الوطني لكرة القدم مع المدير الفني للفراعنة البرتغالي روي فيتوريا، يعلق عليها عشاق الساحر المستدير أمالهم في استعادة مكانة المنتخب داخل القارة الأفريقية. فيتوريا الذي تولى مهمة تدريب المنتخب الوطني في يوليو الماضي يستعد للاختبار الأول خلال الأجندة الدولية الحالية عندما يواجه النيجر في مباراة ودية مساء الجمعة قبل أن يلعب مع منتخب ليبيريا الثلاثاء المقبل على استاد الإسكندرية بحضور 5000 مشجع. المدير الفني الجديد فضل أن يكون اختباره الأول في المباريات الودية مع منتخبات متوسطة المستوى في محاولة لإعادة ترتيب الأوراق داخل صفوف المنتخب ومشاهدة جميع اللاعبين الذي تم اختيارهم للوصول للتشكيل المثالي للفراعنة قبل استئناف مشوار المنتخب في التصفيات الأفريقية. ao estágio e ter dois momentos competitivos, um a 23 outro a 27, para eu também ver os jogadores em competição. يعتبر يعني هي كتمهيد مع المعسكر ان المدرب
نحضر منها مباراتين نقدر يشوف فيها اللاعبين أثناء المباريات. وفي إطار جهوده للعودة لمنصات التتويج الأفريقية وبلوغ كأس العالم 2026، فضل المدير الفني للفراعنة فيتوريا إقامة معسكر المنتخب الوطني في مدينة الإسكندرية، حيث اقتصرت القائمة الأولية التي اختارها فيتوريا على لاعب الدوري الممتاز، قبل أن يستقر في النهاية على 27 لاعبا فقط بينهم المحترفون في الخارج. يواصل الزمالك استعدادته للقاء إليكت سبورت تشادي يوم الأحد المقبل في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. خاض لاعبو الزمالك تقسيمة في جزء من الملعب خلال ميران اليوم، حيث أدى لاعبون مجموعة من التدريبات البدنية على هامش الميران الجماعي. وقام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بتقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات، وتم التركيز على رفع المعدل البدني للاعبين. يواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد الذي يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي في دور 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا. واكتفى لاعبو الأهلي بخوض تدريبات بدنية في صالة الجيم في ميرانه المسائي الذي أقيم اليوم، بينما خاض ميرانه الصباحي على ملعب تيتش، حيث حرص خلاله المدير الفني للأهلي مارسيل كولر على عقد محاضرة مع لاعبين للتأكيد على العديد من النقاط الفنية والخططية. فاز منتخب كازاخستان على نظيره منتخب بيلاروسيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية. وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها تغلب منتخب مولدوفا على نظيره منتخب لاتفيا بهدفين مقابل هدف. يلتقي المنتخب الإيطالي غدا مع نظيره الإنجليزي في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية. وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها يواجه المنتخب الألماني مع نظيره المجري، بينما تلتقي فنلندا مع رومانيا وتواجه جورجيا منتخب مقدونيا الشمالية. قام رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ بزيارة مخيم الزعتري للاجئين في الأردن. وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إن الرياضة تعد أداة ممتازة يمكن أن تسهم في دمج اللاجئين في المجتمعات المحلية، مضيفا أن اللجنة تعمل على ضمان إتاحة الرياضة لجميع اللاجئين في جميع أنحاء العالم، لأن الرياضة يمكن أن تساعد في بناء حياة أفضل. شاهدين نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى للزملاء لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة. رحل عن دنيانا اليوم الفنان هشام سليم عن عمر ناهز 64 عاما بعد صراع مع المرض. ولد الفنان الراحل هشام سليم في القاهرة عام 1958، وتخرج في كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، وكان أول ظهور له من خلال أدائه في دور نجل فاتن حمامة في فيلم إمبراطورية ميم، وذلك من إخراج حسين كمال في العام 1972. فنان ذو طابع خاص، استطاع رغم وسامته أن يخرج من عباءة النجم ذي الملامح السينمائية، فأدى أدوارا صعبة استطاع من خلالها أن يترك بصمة لا تمحى من ذهن المشاهد. إنه الفنان الذي رحل عن عالمنا اليوم هشام سليم. لأب من كبار نجوم الرياضة والفن هو صالح سليم، تخرج في كلية السياحة والفنادق في عام 1981، وقام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بلندن، وبعد أن انتهى من دراسته عاد مرة أخرى لهوايته في فن التمثيل بعد انقطاع لسنوات. رحم الله الفقيد. والآن متابعة الأخبار الطقس والأحوال الجوية. أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله تستعرضها لنا من جديد في وقفة ثالثة وأخيرة فاطمة خليل. شكرا مصطفى، شكرا إلهام، وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدينا. وأحوال الطقس،
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 33، الصغرى 23، إسكندرية 30-22، مطروح 28-21، بورسعيد 31-23، إسماعيلية 33-21، وجوها حار. بالنسبة للسويس 34-22، العريش 31-21، طابة 35-23، شرم الشيخ 36-27، الغردقة 35-25، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 40-22، أسوان 40-26، الوادي الجديد 39-23، شلاتين 35-26، حلايب 32-26، وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية نشرة التاسعة من التلفزيون المصري، لم يتبقى فيها سوى أن نذكر حضراتكم بأهم العناوين. الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية في سياستها الوطنية، ويطلع على مشروعات التعليم العالي الحالية والمستقبلية. مدبولي يتابع مبادرة حياة كريمة ويوجه باستكمال أعمال تطوير منفذ السلوم البري لاستيعاب حركة النقل وتيسير تدفق البضائع. على هامش أعمال الجمعية العامة، الرئيس اليمني يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، ويؤكد تمسكه بحل الأزمة سياسياً.
انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمرا مع شفقي المنيري. مساء الخير يا شفقي. مساء الخير يا إلهام، ومساء الخير يا مصطفى. مساء الخير يا أستاذ شفقي، ازي حضرتك؟ النهارده يوم طبعا عامر، اخر الاسبوع بيكون موضوعاته مختلفه ومتنوعه، بس خلينا قبل ما نبدا حلقتنا نعزي المشاهد الكريم ونعزي حضرتك طبعا في وفاه الفنان الكبير اللي علامه من علامات السينما المصريه، الفنان هشام سليم. صحيح، يعني دايما ايام ربنا كلها حلوه، لكن حقيقه خبر الفنان هشام سليم صباحا يعني خلى الواحد كده في مود، لانه فنان جميل مبدع خلوق اصيل راقي، واكيد هنتكلم عن ده وهناخد تعازي. انسان راقي جدا يعني على المستوى الشخصي وفنيا، والحقيقه يعني الناس كلها زعلانه عليه فعلا، كانه واحد مننا من بيوتنا من الاسره المصريه. وخلينا اقول لك يعني بشكل شخصي انه الفنان هشام سليم زيه زي الفنان ممدوح عبد العليم، ربنا يرحمهم هما الاثنين. بصي يا الهام، انا النهارده اليوم بالنسبه لي صعب، جزء من الذاكره يعني وذكرياتنا، يعني احنا كمشاهدين ده جزء من ذكرياتنا في يعني انا في طفولتي وشبابي كله، اعمالهم الفنيه الحقيقه علقه في الذاكره ومتعلقين بيها. هما الاثنين كانوا يعني جمال جدا على المستوى الشخصي والمستوى الفني، فالحقيقه ربنا يرحمهم يا رب برحمته الواسعه، ويصبرك ويصبر اهلهم، ويعني أكيد كل العزاء. بصي انا بالنسبه لي الحقيقه يوم صعب، لانه بيقلب عليكي مواجع كتير. وهشام سليم هتكلم طبعا عن العلاقه الجميله اللي ما بينه وبين الوسط، ما بينه وبين اكيد فنان ممدوح عبد العليم، لكن الاحتراف والمهنه بيخلينا دايما نحاول ندي المشاهد طاقه ونكمل الحياه ويبقى. شوفي الكلام الحلو اللي انت قلتيه، الاثر هو اللي بيبقى مصطفى، والسوشيال ميديا معناها انه الفنان يبقى بعمله. صحيح. دايما، وكان هذا هو هشام سليم. ربنا يرحمه ويرحم كل امواتنا، وهننضم الجمهور المتابعين والمشاهدين في موضوعات متنوعه النهارده في الحلقه ان شاء الله. موضوع التنمر ضد الاطفال اكيد موضوع مهم جدا، انا اتمنى اتابعه لانه في غايه الاهميه، وهو في لمسه وفاء كبيره قوي لصناع الدراما في دورته الاولى، فكل الشكر والتقدير للقائمين على الفكره من بدايتها لحد اخراجها بالامس اللي اسعدتنا بالفعل امبارح. يا حقيقة أنا بشكرك جدا مصطفى، أشكرك إلهام ولكل صناع نشرة التاسعة بالتلفزيون المصري، أشكركم شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، أستأذنكم نبدأ التاسعة.